صباح الخير. ألم فظيع شديد في البطن، في أعلى البطن، ومعاه ارتفاع في درجة الحرارة، وما بيستجيبش للمسكنات. التهاب البنكرياس الحاد. البنكرياس غدة مبططة كده ماشية بعرض البطن ورا المعدة. بتبدأ براس وبتنتهي بديل. شكلها مميز قوي. 95% من وظيفة البنكرياس إنه يفرز إنزيمات هاضمة ليها دور مهم جدا في موضوع الهضم، زي إنزيمات التريبسين والكيموتريبسين اللي بتهضم البروتينات، وإنزيمات الأمايليز اللي بيهضم الكربوهيدرات أو النشويات، واللايبيز اللي بيهضم الدهون. 5% تظبيط السكر عن طريق إفراز الإنسولين عن طريق خلايا بيتا في البنكرياس. في قناة اسمها قناة البنكرياس ماشية بالعرض، وبتنضم لقناة الصفراء اللي خارجة من الكبد عشان يعملوا قناة رئيسية. أسباب التهاب البنكرياس الحادة أهمها على الإطلاق حصوات المرارة. بتدخل تسد القناة المشتركة أو قناة البنكرياس فتعمل التهاب في البنكرياس. أو الكحول، الناس اللي بتشرب كحول بكثافة غير طبيعية. أو أسباب جينية وراثية. أو ارتفاع فظيع في نسبة الدهون الثلاثية في الدم، أو التهابات حادة في البطن وتنتقل للبنكرياس. التهاب الحاد البنكرياس ممكن يمر بسلام في خلال من 3 لـ5 أيام، وممكن لا قدر الله يؤدي إلى عواقب وخيمة أهمها الوفاة. التهاب البنكرياس الحاد بيبان في صورة آلام فظيعة حقيقي في البطن، في أعلى البطن، بتسمع في الظهر من ورا، ومعاها ترجيع، معاها اسهال، معاها غثيان، معاها الم واصل لظهرك من ورا. اذا ميلت لقدام الالم يرتاح شويه، وانما اذا نمت او انسطحت او مشيت الالم يزيد جدا. مشكله التهاب الحاد للبنكرياس انه بيشخص غلط في اوقات كتير. يعني مثلا اليومين دول في نزلات معويه فيروسيه ماليه البلد. اي حد، والتعبير عن الالم نسبي، يعني انا غير فلان غير علان، كل واحد فينا بيعبر عن الالم بطريقه معينه. فاي حد بيجي اليومين دول بنعتبره نزله معويه فيروسيه منتشره حقيقي في العالم ككل. انما ممكن ورا الكلام ده يكون في التهاب حاد في البنكرياس. فيا ريت نحاول بقدر الامكان نركز في الكشف على مريض آلام البطن الشديدة العليا اللي مش مستجيبة للمسكنات. يعني هيطلع المريض من الطوارئ يقول لك لسه الألم موجود برغم انه واخد مسكن قوي. هو ده التهاب الحاد للبنكرياس. أول حاجة لازم نشك ونشخص. في أول 6 ساعات يفضل نعمل تحليل إنزيم الأمايليز وإنزيم اللايبيز، لأن بعد مرور يوم بيبدأوا يرجعوا للطبيعية، للشكل الطبيعي. إنما أول 6 ساعات بيبقوا عاليين جدا، ودوت من اساليب التشخيص. ممكن اشعه تلفزيونيه على البطن او الترا ساوند هيبين اذا كان في حصوات في المراره او حصوه جت في القناه المراريه. ممكن اشعه مقطعيه لو في الامكانيه موجوده بالصبغه عشان تبين كل حاجه داخل قناه البنكرياس والقناه الصفراويه والقناه المشتركه. ممكن اشعه عاديه على الصدر، لان ساعات من شده الالتهاب بيوصل الالتهاب للرئتين ويعمل ميه في الرئه وانكماش في الرئتين. وتحليل دم، صورة الدم هتلاقي كريات الدم مرتفعة، وبتكشف على المريض هتلاقي غالبا في ارتفاع في الحرارة، وعنده جفاف، وعنده سرعة في ضربات القلب. في معظم الأحوال إن شاء الله من 3 لـ5 أيام المطلوب نعوض المحاليل، نهدي الإنسان، نقلل الحرارة، نقلل الألم، نقلل الأعراض، أنبوبة عن طريق الأنف عشان ما ياكلش عن طريق الفم أي حاجة فيها دهون أو غيره، وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا نريحه. في بعض الأحوال نتيجة عوامل مساعدة زي مرضى السكر أو مرضى ضعاف المناعة أو مرضى اللي عندهم زئبة حمراء غير مظبوطة، كل دوت ممكن يؤدي نتيجة ضعف المناعة إلى التهاب حاد خطير في البنكرياس. التهاب الحاد الخطير بيبقى معاه جفاف، بيبقى معاه مية على الرئة، بيبقى معاه تسمم في الدم نتيجة ان بيحصل التهاب بكتيري نتيجة موت بعض خلايا البنكرياس وعدم قدرتها على الحياة، فبتعمل زي الغرغرينة كده.
ساعات بنضطر نعمل طبعا المريض دوت هيدخل الرعايه المركزه على محاليل، على اكسجين، على مضادات حيويه عن طريق الوريد، وقد يتطلب الامر جراحه عاجله لاستئصال حصوه من القناه البنكرياس او القناه المراريه او استئصال المراره ككل او استئصال الخلايا اللي فيها غرغرينا. هذا العضو يا جماعه في غايه الاهميه، وبإذن الله مع طريقة العلاج اللي هي في الرعاية المركزة والتشخيص المظبوط ممكن جدا 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 يحصل شفاء كامل من البنكرياس، وبعد كده هيبقى في نظام غذائي يعتمد على قلة الدهون تماما وتظبيط الدهون في الدم، الدهون الثلاثية بالذات، منع الكحول، علاج أي حصوات في المرارة، الرياضة، الأشياء دي كلها عشان تقلل فرصة إصابته أو الإصابة مرة تانية بالتهابات البنكرياس الحادة. الموضوع دوت في غاية الأهمية لأنه للأسف ساعات بيختفي عن التشخيص أو عن رأس الدكتور لو كان المريض من نوع اللي هو ما بيشتكيش بألم شديد أو بيشتكي بألم متوسط، بس لازم ناخد تاريخ مرضي كويس جدا من المريض واحنا بنكشف عليه في النزله المعويه الفيروسيه، لان ممكن جدا يكون الموضوع التهاب حاد في البنكرياس واحنا غافلينه، لانه زي ما قلنا ممكن يؤدي الى عواقب وخيمه اذا لم يعالج بسرعه. نصايح سريعه للدكاتره وليا انا شخصيا، لازم نخلي بالنا من أي التهاب في البطن حاد، حتى لو الشكوك كلها ماشية في حاجة بسيطة أو التهاب حاد في البنكرياس، لازم نركز في أي آلام أعلى البطن مسمعة في الظهر بقوة قبل ما نفكر في قرحة معدة، لو معاها ارتفاع حرارة وترجيع وإسهال وسخونة ونبضات سريعة، بص للعيان وهيقول لك أو هتشوفه لو هو بيميل لقدام الألم بيقل، إنما لو نام على السرير الألم بيبقى فظيع أو مشي أو وقف أو حاجة زي كده. ركز واسأل عن التاريخ المرضي لزيادة في الدهون الثلاثية أو وجود أمراض مناعية لا قدر الله أو وجود سكر أو وجود زيادة في الدهون الثلاثية أو عنصر وراثي في العيلة لالتهابات البنكرياس الحادة. أرجوك ما تهملش التهاب البنكرياس، بقول للمريض اعمل رياضة، قلل جدا من الدهون المشبعة، يعني حاول بقدر الإمكان تركز على المشوي مش المقلي، على منتجات الألبان قليلة الدسم، تقلل الشوكولاتة، تمنع الكحول لو كنت بتشرب، وأي حصوات في المرارة تعالجها بقدر الإمكان طبي أو جراحي بشرط أنها ما توصلش للقناة المرارية. اعمل رياضة كتير وخلي بالك، وإذا شعرت بألم شديد في أعلى البطن مسمع في ظهرك بيقل مع ميلك لقدام، الجأ للدكتور فورا عشان يشك ويحلل ويعالج بإذن الله تعالى. أي تواصل معايا على تطبيق دراب هتلاقوا اللينك موجود في وصف الفيديو، وبتمنى لكم كلكم الصحة والسعادة. ما تنسوش لايك، سبسكرايب، تفعيل جرس، وأشوفكم دايما على خير. سلام عليكم.